صباح الخير، اهلا بيكم. النهارده معاكم تاني والحمد لله، مبسوطه اني معاكم. والنهارده عندنا حاجات برضو سريعه لست البيت المستعجله اللي عندها اولاد جايه من المدرسه الموظفه. هنعمل كباب حله بطريقه غير تقليديه. كباب حله ني في ني، حلو جدا وبينجز معاكي وسهل جدا، ما بياخدش 10 دقائق، وده للدايت، بنعمله دايما للدايت، فبيبقى حلو جدا جدا وسريع ومش هياخد معاكي وقت. معاه مع حبه مكرونه مع الخضار اللي جواه، بتبقى حاجه جميله قوي قوي. هنبتدي دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم بيه، عشان اللحمه بتاخد وقت شويه عشان نلحقها. بسم الله الرحمن الرحيم. حطي زيت. هابدا بكباب الحله. كباب حل والمقادير على الهوا هتجيلكم. وكباب الحلة ده للدايت، انا حطيت معلقة صغيرة زيت بس، وده بيتعمل على طول للدايت بالخضار، بيبقى حلو جدا. والمستعجل ان شاء الله جربوها هتتبسطوا ان شاء الله. احنا هنحط المقادير: كيلو لحمة، 2 طماطماية، بصلاية او 2 ترانشات، توم وملح وفلفل وطماطم وبصل مقطع كاريه كده، وفلفل وبهاراتك بقى. يعني انا بحب جوزة الطيب، بهاراتي بعملها في بيتي، يعني زي 7 بهارات كده انا بعملها بحطها، وملح وفلفل اسود، وبياخد معاه بقى ايه الحاجات دي، بتاخد معاها صويا صوص، بتاخد معاها دبس رمان، وده اختياري، اللي ما يحبش الحاجات دي برضو بيطلع حلو قوي. وهي معلقه زيت صغيره بس. بعد كده بننزل باللحمه، مش هنستناها تاخد لون ولا اي حاجه، هي بعد كده هتتلو. نزلنا باللحمه، هنقلبها. بنقلبها كده، وبعدين معاها بقى هنحط كل بهاراتنا. هنحط، عايزه تحطي بابريكا، تبقى حلوه قوي البابريكا، معلقه شطه، جوزة الطيب. انا بصراحه بحب جوزة الطيب جدا في كل الاكلات، يعني بتدي حاجه حلوه. بنحط بهارات، بهاراتك انت اللي ممكن تعمليها في البيت وتشكليها زي ما انت عايزه. نحط فلفل اسود، نحط بقى دبس الرمان، انا بحب دبس الرمان فيها، بيدي مسازه. وممكن تبدليه بمعلقه عسل نحل ونص ليمونه، عسل اسود ونص ليمونه، والباربيكيو عشان تديني طعم الشوي شويه. يعني كده خلصنا بهاراتنا، نحط حبة ملح، ونقلب فيها، ما فيهاش اي حاجة اهي. وهي كده هننزل بحاجتنا بقى: ثوم، بصل كاريه كده، طماطم كاريه، وفلفل اهو، وقرن فلفل بقى، ده حطاه بحاله كده عشان تاخدي ريحه الشطه وما يدخلش فيه شطه. واحنا بقى ايه ده، علشان بياخد وقت في السوى، احنا ابتدينا بيه وهنخلصه على طول. نقفله بقى ونسيبه. عندنا برضو حاجة تانية بتنفع في العزومات وفي رمضان وفي كل حاجة. طبعا احنا كلنا بنعرف نعصج اللحمة في البيت، وفي ناس بتعصجها ني في ني، وفي ناس بتعصجها بتحمل لها بصلاية وبتشوحها حسب رغبتك. تعصيج اللحمة اسهل منه مفيش. وطبعا كلنا بنعرف نقلي بتنجان مفيهوش حاجة، بس هقولك حاجة بقى في البتنجان عشان ما يشربش زيت ويبقى سمكه ماسك نفسه كده
وبعدين ما يفضلش تقشريه علشان ما يدوبش منك في الصواني بالذات. وكمان حاجة حلوة قوي، انت بتجهزي فنجان فيه نصه ملح ونصه دقيق وتلته ملح وتلته دقيق وتلته خل، بتقلبيهم في حبة مية وبتقطعي البتنجان بطريقتك وبتحطيه فيها وتسيبيه بقى شوية خالص لغاية ما يطلع المية السوداء اللي جواه كده. بعد كده بقى بتاخديه بتشطفيه وتنشفيه وتقليه، الزيت بيفضل، الواحدة بتبقى بحالتها. ويفضل كمان اما تيجي تعملي طواجن او تعمليه مسقعة يبقى سمكه تخين كده. فاحنا خلاص احنا كده قلينا البتنجان وعصجنا اللحمة، هنعمل ايه بقى؟ هقول لكم دلوقتي، سوري هقول لكم هنعمل ايه. هنبطن برام بحبة زيت صغيرين، وبعدين هنيجي عندنا مقادير مسقعة باللحمة المفرومة هتيجي على الشاشة دلوقتي. بنقطع بصل ترنشات، طماطم ترنشات، فلفل ترنشات، وتوم. وبعدين احنا بنروح عاملين ايه، جايبين المقادير على الهوا، كوبايتين عصير طماطم بنحمر فيهم تومية وننزل عليهم بعصير الطماطم، يغلوا غلوة واحدة كده يتغير اللون بتاع الطماطم. أول ما يتغير اللون بتاع الطماطم بنشيله بقى وهنبتدي نشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي هنحط البتنجان، بصوا بيبقى مش مستوي، متحمر مش مستوي يعني جامد، علشان لما تيجي بقى نحطه مع مكوناته ياخد من بعضه ويبقى حلو قوي. وبعدين اهو مفيهوش اي حاجه، احنا المقادير على الهوا هتيجي دلوقتي. وبعدين لو كيلو بتنجان بياخد نص كيلو لحمه مفرومه، وبنحطها على طبقتين او عايزه ربع، انت وطريقتك يعني. خلاص حطينا كده مفيش اي حاجه، نروح واخدين المقادير على الشاشه، كيلو بتنجان، ربع كيلو لحمه مفرومه او نص حسب رغبتك، 2 كوبايات عصير طماطم مغليه محمره فيها توم، كمون، ملح وفلفل وشطه حسب الرغبه، وبصل ترانشات وفلفل ترانشات وطماطم ترانشات، بنحطهم بالتساوي كده. وهو طبعا مستوي وكل مستوي، فاحنا كمان حتى مش عايزين البصل يبقى مستوي جواه يعني. نحط الفلفل، نحط الطماطم، بس انا عشان وقت البرنامج لو جيت حمرت هنا وصفينا وحمرنا وبتاع في الوقت او عصجنا، هعمل بس المسقعه، وانا عايزه اعمل اكبر كميه ممكن تفيدكم. هنحط حبه من الصلصه كده، وبعدين نحط بتنجان تاني، نحط لحمه، نحط باقي اللحمه عشان بتنجان يبقى على الوش بس. وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم نحط باقي البتنجان كده ونكمل عليه جرنشة الطماطم والفلفل، والفلفل ده كده. وبعدين نحط الباقي، عليه وممكن بقى تحطيه في الفرن، وممكن تحطيه في البوتاجاز يعني. الفرن ممكن النهارده مش متاح شويه، بس احنا ايه بنحطه على البوتاجاز برضو وبتستفيدي بيها بيها. نكمل وخلص كده. في العزومات ده بيبقى اساسي على فكره، مسقعه اساسي. ممكن ما تحطيش لحمه خالص يعني، انا بحبها من غير اللحمه. ونحطها هنا نحطها هنا بقى تاخد وتدي مع بعضها، ان شاء الله تبقى صينيه مسقعه حلوه قوي. ننضف مكاننا بقى ونبتدي نعمل في صنف تاني.
احنا بقى كلنا بنحب الكبده الاسكندراني، وبنحبها مشطشطه وفلفل وحاجات تجنن كده. فاحنا قلنا ايه بقى، احنا النهارده برضو هنعمل اكل سريعه مع المكرونه بقى، تنفع كبده اسكندراني تبقى جميله جدا. نبتدي نعملها، هنحط برضو ايه حبه زيت، وبعدين والمقادير على الهوا بتاعت الكبده. سوري برضو وحش، معلش. انا معلقتين ثلاثه زيت كده زي ما تحبي. وبعدين تعملي ايه بقى، وبعدين نروح نازلين يقدح شويه كده، وبعد كده ايه ننزل بالكبده وهي قادحه، نقلب عليها، وبعد كده نحط المكونات. اللحمه ابتدت معانا اهي، ان شاء الله ان شاء الله على اخر الحلقه هناكل احلى كباب حله دايت. يعني هو فرق ايه؟ الفرق ان انت بتجيبي كباب الحله بتحمري بصله بتحرقيها، بتحطي حبه سكر، بعد كده بتحمري فيها اللحمه قوي 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 لغايه ما يتشوح، وتنزلي بالثوم وتنزلي ببهاراتك وتوطي. لا المره دي بقى احنا عاملين، عايزين حاجه مفيده، عايزين حاجه فيها خضار، عايزين حاجه تبقى صحيه وطريه وطعمها حلو، واخده من صوص الخضار كله وشرباه، فبتبقى حلوه قوي قوي وسريعه. وديكي عملتيها حضرتيها في 5 دقايق. اللحمه تقطيعها ما بيكونش كبير علشان تاخد منك، عشان ما تاخدش منك وقت، وفي الوقت نفسه تبقى حلوه يعني يبقى شكلها كويس. وبعد ما بتخلص بتقعدي تقلبيها، لو عايزه تقلبيها بمعلقه زيت او سمنه علشان تحمر، او عايزه تفضل زي ما هي كده تبقى حلوه قوي قوي. احنا بقى مستنيين بس ايه يقدح شويه، وبعدين ننزل بالكبده. وبعدين الاسكندرانيه ساعات بيزعلوا مننا، بيقولوا لنا انتوا مش بتعملوها زينا وبتقولوا اسكندراني، بس احنا جايبينها النهارده منهم، يعني انا بعملها منهم. ان انت بتشوحي الكبده وبتحطي الثوم وبتحطي حبه فلفل، وقبل ما تقفلي بتكملي بالفلفل. وبعدين في حاجه للكبده حلوه قوي عشان ما تسودش منك، الملح ما تحطهوش خالص الا لما الكبده تستوي، تحطي الملح وتقلبيها تقليبه. لو حطيتي الملح في الاول مع الكبده الكبده بتغمق، فدي برده بتبقى كويسه. عايزه اشوف بس، نشوف بس ايه اللي حصل. يعني هي عايزه كمان شويه، لازم تكون النار متوهجه، يعني هي تبقى النار عاليه عليها قوي، يعني اول ما تحطيها كلها تعمل كده. فهي ابتدت اهي الحمد لله، ننزل حبه حبه عشان كل حبه ياخد حقه في اللون بتاعه. بتبقى حلوه قوي. فبنعمل بقى معاها، بس انا صراحه نسيت، بنعمل معاها سلطه الطحينه، سلطه بابا غنوج، اي مكبلات بتحبيها مع الكبده. بتتعمل سندوتشات بقى، ممكن في فينو، في عيش بلدي، او زي ما هي كده، فبتبقى حلوه قوي. هي بس هيتغير لونها معانا، وهنبتدي ايه نبتدي نحط لها نص الفلفل الشطه النار ده والثوم، تبقى حلوه قوي قوي. بعد كده نختم بثوم تاني وفلفل تاني علشان نزيد شطه كده، بتبقى حلوه. هي دي بتاخد من حسب نوع اللحمه، يعني من 40 دقيقه لساعه. وممكن لو اللحمه كبيره بقى، انا ما انصحش انها تعمليها بلحمه كبيره لانها بتبقى ناشفه ومفتله، فبتبقى حته ممكن تعمليها من وش الفخده، او تجيبي عرق التراكوت، عرق تربيانكو اللي هو، او عرق اللحمه البارده، وتروحي على طول مقطعه مكعبات. ده برده بيبقى حلو جدا. يعني انا عملتها امبارح
بعرق لحمه بارده كانت ما شاء الله خلصت في ساعتها. يعني بقول لك نوع اللحمه اللي بيتعمل بيها، وممكن تقولي له عايزه وش الفخده اللي بتتعمل بفتيك بس يقطعها لك مكعبات. مره عملتها بموزه والله كانت كويسه برضه، بس احسن تعمليها بوش الفخده عرق لحمه بارده، ايه ده بتبقى حلوه. هي الكبده كده خدت لون، ننزل عليها بقى ايه بنص الفلفل النار ده، بس انا بصراحه هو نار بس انا حاطه معاه بارد علشان مش هنقدر نستحمل كل ده. اهو الريحه بقى تبتدي تظهر كده. هو هي ميزتها انها ما بتاخدش وقت، بتتقطع كده. انا بخلي الجزار يقطعها كده، او لو انت عايزه تجيبيها من اماكن تانية يعني في بيبقوها متقطعه جاهزه، بس انا يعني لما بطلب بقول انا عايزه مثلا ترانشات، انا عايزه اعملها بالبيض والبقسماط، عايزه اعملها بالرده، اعملها عصافير. هو قال لي اسمها عصافير، الجزار قال لي اللي انت بتطلبيها دي اسمها عصافير، انا اول مره اسمعها يعني عصافير. هي اخدت لون، احنا بقى هنحط التوابل. هي خلاص حتى يعني هي الكبده معظمها حتى البيتيلو اللي زي دي بتشم النار بتستوي. ايوه يا ام محمود ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك تسلمي ايديك يا اللي انت بتعمليه. انا عملت البفتيك اللي انت عملتيه اول امبارح، الستيك دوت طلع جميل قوي. الف هنا وشفا يا رب. الله يخليك، الحمد لله ان عجبك. لا جميل، تسلم ايدك. تسلمي. عايزاكي بس تقولي على الرز بالخلطه وتقولي على الكفته المشويه. حاضر، تسلم ايديك. والرز بالخلطه ممكن نعمله المره الجايه ان شاء الله، وهقوله لك برده. قولي ماشي يوم الجمعه. حاضر هقوله لك على طول. في بقى بهارات كبده بتتباع، يعني اللي عايز يحطها، بس انت بهاراتك احسن بقى، الكمون والملح والفلفل والحاجات دي. هي خلصت. هي ام محمود قالت عايزه طريقه الكفته المشويه والرز بالخلطه. نشوف بس الكمون بس، واحنا هنقفل عليها. الرز بالخلطه كل واحد بيعمله بطريقه، بس انا بعمله بطريقه ايه، بحمر بصلايه كبيره على كيلو رز، بس بالرز المصري. بحمر بصلايه كبيره لغايه ما تقمها، مش هتتحرق عشان ما تمررش داخله على الحاجه. وقبل ما يعني ما تتحمر قوي تروحي حاطه معلقه عسل او سكر يكرملوا معاها كده، وبعدين بتروحي حاطه توابلك وملح وفلفل وبتقلبي فيهم الرز جامد، وقبل ما تسقيه بشوربه او بميه بتروحي حاطه حبه زبيب كبار، كوبايه زبيب كده بس، وبعدين بتروحي حاطه معلقه قرفه وبتقلبيهم في بعض كلهم، وتسقيهم بقى كل كوبايه ميه مصري، رز مصري عليه كوبايه ميه، هيبقى حلو قوي. ادي الكفته المشويه. هتجيبي كيلو كفته، هتعصري بصلايه كبيره تبشريها، وبعدين تحطيها في مصفه كده وبايديكي لغايه ما كل الميه تنزل منها وتبقى ناشفه كده. وبعدين تروحي حاطه عليها فلفل اسود، جوزة الطيب، عايزه تحطي قرفه حطي، عايزه تحطي بقدونس، فص ثوم. وبعدين بتحطي لو لقيتيها انت متجمده عندك وميه كده بتحطيها في مصفى الاول لغايه ما تنزل الميه اللي فيها، واذا لقيتيها لسه عامله كده علشان تمسك منك تروحي حاطه حبه بقسماط صغيرين، او تكوني ناقعه فنجان برغل وتصفيه خالص كده تاني زي ما صفيتي البصل بالظبط، وتحطيه عليها وتسيبيها بقى تهدى شويه، تعجنيها قوي، تفضلي تعجني فيها يجي 10 دقايق كده كانك بتعجني عجين، علشان كل ما تعجنيها كل ما تمسك منك. وتصبعيها وعلى شوايه الفرن، تخلص تقلبيها تحطيها على الشوايه، تولعي فحمه تحطيها في فويل وتروحي حطها جواها وقافله، بتبقى حلوه قوي. بس هي دي كلها. احنا دلوقتي خلصنا الكبده،
عندنا هنكمل، هنحط بقى باقي النار ده. يا رب سامحوني بقى اللي هياكل منها لانها نار. وده ليه بقى؟ عشان يحافظ على اللون وما يدوبش وتبقى اسكندراني بقى. بس بقى دي بتبرديها بطحينه بتبقى حلوه قوي قوي. ننضف مكاننا ونشوف. على فكرة دبس الرمان والصويا صوص والسماء والحاجات دي اختياري، يعني مش لازم انت عايزة عجبتك الاكلة وعايزة تعملي وما عندكيش الحاجات دي فتكسلي او تقولي لسه هنزل او مش مهم، لا دي اختياري حسب ذوقك انت في الطعم. يعني دي بتزود تيست كده ونكهة كويسة في الاكل. هنشوف اللحمه المسقعه بقى ابتدت تقول اهي خالص، وشكلنا هنخلص على طول ولا ايه؟ هي اللحمه بس اللي ايه اللي يا رب يا رب تستوي معانا على طول. لا لسه شويه. اللحمه دي اللي هتفضل معانا للاخر ان شاء الله. احنا كده ما حطيناش الملح، نبتدي بقى نحط لها الملح ونقفل عليه. الملح بتاعها ما يكونش كتير قوي عشان ما تسودش لما تقعد، تفضل محتفظه ب بصوا بقى اعتقد ان ليها ريحه بقى، البرد مش مخليه. اول ما تطلع الريحه خالص كده وهي استوت خلاص نقول ايه شكرا نقدمها بقى. امسحهم الميه بس. سهله ما خدتش منك وقت، يعني ممكن وانت عندك شغل مثلا حبه اطباق عايزه تخلصيهم بتاع تبتدي فيها تخلصي كله مع بعضه، مش تاخد منك ربع ساعة 10 دقايق تكون كله ما شاء الله. بس بقى يعني لو الولاد او عندك حد مش بيحب الشطة طبعا لان هي اساسها الشطة الفلفل، ممكن تعملي فلفل كتير بارد، تقطعيه نفس التقطيع ده فلفل بارد تقطعيه صغير او تضربيه بقى لا في الكبه بمي مير شويه تبقى بايديكي، يعني انا مقطعه كل ده بايدي كده حاجات صغيره كده كانك بتخرطي بصل مثلا. بس فبايه بيبقى حلو قوي. ولو حطاه بصل ولو انت بقى عايزه ريحه الفلفل الحراق تحطي واحد سليم زي اللي انا حطيته هنا زي اللي انا حطيته هنا كده، ما يديش شطشطه ويدي حلو ويدي طعم حلو. دلوقتي بقى احنا سلقه مكرونه وعايزه ايه عايزه حله. احنا ممكن ايه سلقه مكرونه دلوقتي وهنعمل لها الصوص بتاعها وهنعمل الصوص بتاعها عليها ونقدمها كده. بعدين انا هقولك على المكرونة لو عايزة تحتفظي بيها اسبوع في التلاجة كمان، بتسلقيها وتغسليها بمية سخنة لغاية ما النشا اللي فيها ينزل، وتكوني قادحة معلقة زيت كبيرة وتلفيها فيها لغاية ما يلمع وتبقى بالمنظر ده. بالمنظر ده بعد كده بتروحي عاملها بقى معاملة، تجيبي الصوص بتاعها وتروحي عاملها. احنا هنجيب بقى طاسة اغسلها
لا احنا هنشوح المكرونه في حبه زيت ونحطها على السرفيز، وفي مكانها برضو هنبتدي نعمل الصوص بتاعها ونحطها كده وتبقى ايه، وتبقى كويسه جدا. احنا دلوقتي هنعمل ده سبك على الهوا، ما يجراش حاجه. ممكن ناخد فاصل؟ طب فاصل وهنرجع تاني. احنا بنستأنف تاني بقى، وشكرا يعني، ونأسف للعطل اللي حصل. واحنا بقى بنعمل المكرونه دلوقتي بسرعه كده بقى. ايه، احنا قدحنا حبه زيت فيها، وهنحط فيها حبه ملح، حبه فلفل وثوم، وهنقلبها. انا ايه، بحط ملح قليل عشان، وهنعمل بقى نحط فيها حبه ثوم كده وهنقلبها. وهي المكرونة اساسا محطوطة، بس انا هسخنها يعني. هقلبها تقلبتين كده. انا اساسا انا بسخنها، بس انا عملت يعني بقولك بتعمليها ازاي. بتحمري، بتقدحي حتة زيت في حبة ثوم وحبة ملح وفلفل، بس هحطهم دلوقتي. انا حطيت تقريبا الملح بقى ده، حبه شطه لو انت عايزه صغيرين. انا بقى النهارده صاحبه الشطه، مش عارفه، حبه فلفل، وانا حطيت الملح ومفيهاش اي حاجه. هنقلبها في بعض. نحطها بقى زي ما هي كده، وبعدين نحط ايه، الصوص. الصوص بتاعها بتبقى معلقتين صلصه، بتبقى حلوه قوي فيها بصراحه. الصلصه العاديه بتاعتنا دي، بنحمر تومه وبصلايه، وبعدين بنحط الصلصه، وبعدين بنحطها عليها. وعايزه تحطيها عليها حطي يعني. اللحمه انا هقدمها لكم، هي يعني هوريكم الشكل، بس هي لسه عايزه بتاع 10 دقايق كده شويه تاني، فهوريها لكم. بصوا بقى هي بتلمع كده، واول ما بتلمع كده لا كده غلط، بيقع كده غلط، هنشيله بقى ومش عايزينه، معلش. طيب بصوا انا هعمل الصوص بتاعها. لازم ننضف مكاننا اللي وقع دول، شكرا ليه. وبعدين عندنا بصلايه في حبه ثوم، بحبه زيت صغيرين، زيت صغيرين كده، يدوبك تشكشكوا كده. نحط معاهم حبه ميه صغيرين جدا، وبعدين هنحط معاهم حبه فلفل وملح بس. حبه ملح صغيرين عشان احنا محدقين المكرونه برضو. بعدين ننزل بمعجون الطماطم، ندمجه مع بعض كده
نخلصها مع بعض كده بحبه ميه صغيرين، حبه ميه صغيرين. احنا هنجيب طبق المكرونه بقى، هو يغلي بس غلوه واحده، هو كده متظبط. نسيبه دقايق لغايه ما نطلع يعني اللحمه. اللحمه عايزه اوريها لكم، بس ايه احنا ممكن نحطها زي ما هي، لان ايه هي لسه في وقت، لسه عايزه وقت يعني عليها. بس احنا هنحط الصلصه، ممكن نحطها في طبق على الأرض. احنا ننضف مكاننا ونشوف بقى اللحمة. كده ممكن بقى نعرض العيش هنا ونعرض اللحمة. يبقى ايه يعني انت ممكن يبقى في عيش كده، لو حابه عيش معاه كفايه. ممكن الطبق ده عشان احنا خدنا الطبق بتاع السرفيس بتاع اللحمه خدناه للمسقعه، فاحنا هوريكي بس هي هتتحط على النار تاني بتبقى شكلها جميل ازاي. هي ابتدت شكلها جميل وهي داخله في السوا خلاص، يعني فاضل لها بتاع 10 دقايق. للاسف انا مش هكون هستناها، احنا انا بس بوريكم شكلها. بصوا انا هوريكم شكلها هي حلوه ازاي، عامله زي كباب الحله ولسه هتدخل وهي داخله في السوا. يعني بصوا شكلها متحمر ومن غير محمرها ولا اي حاجه، والخضار فيها جميل جدا والطعم بيبقى ما شاء الله حلو حلو قوي. وجربوها دي للدايت حلو قوي، فيها كل حاجه تفيدك. ده اللحمه، دي اللحمه اهي بحطها لكم قدام شويه، والكبده. بعدين نبعد العيش كده عشان التصوير. وكده خلصت النهارده المسقعه. المسقعه بنعملها ازاي؟ بنقلي البتنجان، بنحطه في حبه دقيق وملح وخل، وبنسيبه كده نص ساعه ساعه زي لغايه ما انت تروحي، يعني هو بيقعد ان شاء الله بالليل. وبعد كده بتشطفيه، بعد كده بتيجي بتحمريه، بتقطعيه تخين علشان يبقى ماسك نفسه زي ما احنا شفنا كده ماسك نفسه ازاي. وبعد كده بتعصجي، بتجيبي كوبايتين عصير طماطم معاهم توم طبعا، حتى بقى الكمون والملح والفلفل والحاجات بتاعتك الجميله دي. وبعد كده بتروحي حاطه توم، بعد كده بتجيبي البرام، بعد كده بترصي طبقات، بعد كده بتدخليه الفرن. يحصل ايه؟ ندخله الفرن. اوكي، بعد كده عملنا الكبده، شوحنا الكبده في حبه زيت صغيرين برضو، وبعد كده حطينا نص الفلفل مع الثوم ليها، وما حطيناش اي توابل ولا اي حاجه لغايه ما ابتدت تستوي. حطينا باقي الثوم وباقي الفلفل وحبه كمون وملح وفلفل، وبقت كده كبده اسكندراني. المكرونه طبعا كلنا بنعملها وعارفينها، ممكن تحطيها جوه الصلصه وتقلبيها، وممكن تعمليها زي ما احنا عملناها كده، بتحمري المكرونه بعد السلق في توميه وحبه ملح وفلفل وبترجعي تحطي تاني. اللحمه دي بقى بنحط الخضار، بنحط عايزه تحطي جزر مبشور معاها بيبقى جميل برضو، بتحطي بصل مكعبات، بتحطي طماطم مكعبات، بتحطي توم، بتحطي فلفل برضو مكعبات، وبعدين بتحطيهم على بعض كله مع التوابل مع الملح وتسيبيهم مع نفسهم. وكده اكون قدمت لكم حاجات كويسه النهارده، يا رب تعجبكم يا رب. وشكرا لكم جدا، وشكرا كل الاستاف اللي معايا، ويلا الى اللقاء في مره قادمه ان شاء الله. مع السلامه، باي باي.